لقطة اليوم الحقيقة ما قدرتش أقف عندها هي الراجل ده. بصوا هو في اللجنة، وبصوا هو خارج من اللجنة والجسر الخشب اللي جنبه. الراجل ده أنا على ما أظن إن هو معتمر، دخل علشان يضلي بصوته في الانتخابات وخرج، والمفروض إن هو كان ينزل مع الجسر الخشب ده لأنه كانوا متخوفين هو يكون في مية أو خندق تحت الجسر ده، فكانوا خايفين عليه وبيحافظوا عليه. نتمنى ان هو يكون وصل بالسلامة لأهله في الأراضي المقدسة وكررها حج في السنين الجاية.